ناخد من الكاميرون رئيس بعثة منتخبنا الوطني من الكاميرون الأستاذ خالد درندلي نائب رئيس اتحاد الكورة رئيس بعثة منتخبنا في الكاميرون. أستاذ خالد مليون مبروك، صباح الخير على حضرتك. أهلا صباح الخير كابتن كريم، وتحياتي لكابتن طارق وكابتن عبد الجليل. ليلة حلوة وليلة سعيدة. ألف مبروك يا باشمهندس. كابتن طارق بيهنيك. الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا. الله يبارك فيك يا كابتن طارق، ربنا يخليك. أستاذ خالد الليلة النهاردة حلوة. الحمد لله طبعا، يعني طبعا يعني انت لعبت ماتش حلو، هي دي ده الاهم. صح. ان انت لعبت ماتش حلو اثبتت فعلا ان احنا عندنا لعبة كويسه والدنيا ماشيه كويس، ما حدش يقلق وفي روح. يعني النهارده الحمد لله احنا كسبنا، مبسوطين ان احنا عملنا انجاز وطلعنا طلعه كبيره، لعبنا ضغط عاليه جدا، كنا الاقرب للفوز خلال المباراه غير ضربات الجزاء. كنا الاخطر، فدي بحد ذاتها حاجه مشرفه جدا الحمد لله. النهارده الروح كمان كانت فرقت كتير يا استاذ خالد، الروح لاعبين، والنهارده كمان شفنا مدير فني كبير لمنتخب مصر كروشيا. يعني كنا دايما بنتكلم على مدير فني كبير كسيفي واسم، كنا محتاجين بقى نشوف دلاله ده في الملعب، والنهارده ادار المباراه بشكل رائع جدا. النهارده اللعيبه فيه تناغم كده وانسجام، يعني هو وبعدين الروح دي من اول يوم، يعني من اول اليوم من قبل المباراه احنا جينا مش طياره، ولقيت الناس كلها بتقول يعني اللعيبه، يعني محمد صلاح قال لهم قعد مع اللعيبه واللعيبه عايزه تكسب وان شاء الله هنكسب. يعني في ثقه غريبه النهارده الحمد لله كده من اول ما فتح موضوع الماتش. ان شاء الله كده يا رب السنه الجايه احسن. امبارح تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي كان في انقسام عليها ما بين مؤيد وبين معارض، بس احنا قرينا منها انه اللعيبه زعلانه او متضايقين او شايفين ان هم محتاجين مسانده اكبر، راي حضرتك ايه؟ احنا هو النهارده يعني انا عايز اقول لك على حاجه، احنا جينا في الطياره النهارده في 600 مشجع، ما فيش حد قال اهلي ولا زمالك، كله جاي يشجع مصر. ايوه بالظبط، وده المفروض. يعني احنا النهارده المنظر كان جميل في الاستاد، 600 مشجع بمقام 30,000 والله العظيم. يعني طالما الروح واحده وكل الهدف واحد، احنا عايزين مصر هي اللي تكسب، مصر في بقى نوادي ولا حاجه، ده بيدي دفع اللعيبه. النهارده كلنا اتفضل يا كابتن. يعني ده بيدي دفع اللعيبه ان هم اللعيبه بينهم وبين نفسهم ما عندهمش انقسام من حكايه فرق وانديه مختلفه خالص، اللعيبه ما عندهمش الكلام ده خالص. كنا بنتفرج عليهم بعد الماتش في العشاء وقاعدين بيضحكوا بيرقصوا بيبوسوا في بعض، يعني الجماعه احنا اللي بنخلق الكلام ده، انما الموضوع ده مش موجود اصلا. فاحنا لما نشجع النهارده في منتخبنا وين لازم يبقى كله بيشجع مصر، مفيش انديه. وده كلام محمد صلاح امبارح. صحيح صحيح. النهارده شفنا كل الاهلاويه النهارده فرحانين بمحمد ابو الجبل، كل الزملكاويه فرحانين بمحمد طبعاً. الشناوي وكله فرحان بتيشيرت منتخب مصر اي حد بيلبسه. هو ده الصح وهو ده المفروض، لان اللي جاي عندنا بعد كده ماتشات لسه في كاس افريقيا، كاس الامم، وعندنا بعد كده السنغال، كاس العالم. يعني لازم الموضوع ده مش هينتهي الماتش النهارده ولا اللي جاي. صحيح، عايزين نساله على فلازم ده يبقى موجود، ودي كده المصابين والونش، يعني الونش والشناوي. طب استاذ خالد عايز اسالك على اصابات النهارده الشناوي وحمدي فتحي، وبرضه اسالك على عوده الونش، هل العوده قريبه للونش في المباراه اللي جايه ولا الامور عامله ازاي؟ بص بقى طبعا حته فنيه احنا ما بنتدخلش فيها، واحنا مش على يعني درايه بالموضوع بالظبط، انما بنعمل ان بعض الاشاعات بكره هل هيلحق خلال الثلاث ايام او لا، لسه دي مش باينه، يعني ماتش يوم الاحد. فلو ان شاء الله حتى لو ما حدش لحق يا رب نكسب ويكون لنا المصير ان احنا نكمل بعد كده ونحاول الماتشات اللي بعديها ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ خالد درندلي نائب رئيس اتحاد الكوره ورئيس بعثه المنتخب في كاميرون، مليون مبروك وشكم حلو على المنتخب ان شاء الله، والامور تكمل على خير باذن الله.